مساء الخير. اول حلقات الاسبوع البوصله. اللي متابع عارف احنا وقفنا في اني مكان بالظبط من قراءه التاريخ الذي يعني في نظري يخبرنا بالقادم او يخبرنا بالحلول الحاليه، وده في سياق شيء واضح صريح، يعني لا يعني مراء فيه اني بناقش في وجهه نظري مع كامل حبي واحترامي وتقديري لفضيله الامام الاكبر شيخ الازهر هذه الفرصة الضائعة الكبيرة اللي اسمها مؤتمر الأزهر لتجديد الفكر الإسلامي بالاسم اللي هم اختاروه. وأنا في رأيي الواضح من ساعة في الثلاث أسابيع دول كلهم اللي علقت فيهم على ما حدث في المؤتمر، ثم قلت لكم التاريخ بيخبرنا بإيه لأنه لحظة مشابهة تماما، قلت إن المؤتمر مع كامل تقديري للي شايفينه نجح أو أثر، الحقيقة مش عارف أثر في إيه بالظبط، إنما أنا شايفه من أكبر الفرص الضائعة في لحظة حالكة السواد وضاغطة زي اللي احنا فيها. فده وجهة نظري. طيب لينا أنتوا عارفين ليه بقرأ كتاب الشيخ عبد المتعال الصعيدي؟ أولا لأنه هو أزهري عشان ما يقولش ده من التيار الثاني، اثنين لأنه رجل صادق مع النفس ومن أكبر متنورين الأزهر، وكان حقيقي منصف جدا في عرضه للمئتين سنة اللي خسر فيهم الإصلاح في مواجهته مع الأزهر وجمود أهل الأزهر بنص الشيخ عبد المتعال الصعيدي، وقد إيه كان الخسارة مؤثرة وإلى الآن وزادت. بالمناسبة أيام الشيخ عبد المتعال الصعيدي ولا 150 سنة اللي قبله اللي حكى عنها من محمد علي أو من حملة فرنسية ما كانش فيه إرهاب. ده فرق كبير قوي. لو هو بس ظهر لوحده في أيامنا دي أو من السبعينات أو من سنة 28 من هذا الشيطان المسمى حسن البنا اللي بيسموه الشهيد حسن البنا، كان زماننا بس في ظهور الإرهاب عملنا كل التجديد والإصلاح. فما بالك وهو جاي فوق هذا الركام اللي حكى عنه الشيخ عبد المتعال الصعيدي في الخمسينات على 200 سنة قبله، يعني شيء مذهل. وكل ده مفيش حد حرك ساكنا زي ما بيقول. المهم بصوا، حلقة الأربع اللي فات كان فيها نص معجز وكاشف أنا حبيته جدا، الراجل الشيخ عبد المتعال العظيم قال تعليقه هو الشخصي عن ليه محمد علي رغم قوته الجبارة في فرض كل شيء بالقوة على تحديث في تحديث هذا البلد، ونركز في الكلام، اصطدموا مع الجمود في الأزهر، طوروا ما حاولوا، ما سمعوش بعض الكلام في الضدية دي، مشوا كلامهم، استخدموا السلطة في تعيين من يريدونه لكي يطور الأزهر نفسه. هم ضعفوا، مات حد زي الشيخ حسن عطار العظيم، كل حكيته لكم. لما جه زي ما قلت لكم الأربع إسماعيل مضى معاهدة منع الرقيق، مشى كلامه وما خدش بكلام أهل الأزهر ساعتها. لكن على كل ده الشيخ عبد المتعال الصعيدي قال كلام مهم جدا، افتكروا، رغم أنهم أنجزوا يعني عملوا وحتى جوه الأزهر يعني مع المقاومة دي، إنه قال النص اللي أنا قريته من الأربعة ده هنبني عليه النهاردة، إنه قال هم في النهاية ما اصطدموش قوي وغيروا 100% لأنهم خافوا، فهؤلاء رجال دين لو ثاروا فتنوا الناس. وانتوا سمعتوا ده من الأربعة والكلام مفهوم، لو ثاروا فتنوا الناس، لأن الناس هتقف في صف في نظرهم الراجل بتاع ربنا. ودي برضو ليها حل، لأن لازم نستقم التاريخ كان إيه الحل. طيب أهم بقى مرحلة اللي هنختم بيها كل تعليقي ده، وأرجوكوا ركزوا في الثلاث أربع حلقات دول اللي هو بتاع الأسبوع ده، يعني لأن فيهم بقى أعلى شيء ممكن تشوفه، في حاجات هتشوفوها النهاردة وبكرة وبعده لو اتشالت الأسماء من الخبر أو من اللي جرى، يعني كتاريخ لو اتشالت الأسماء مش هتلاقوا، يعني ممكن تكتب النهاردة بس حط أسماء تانية أو خلي الأسماء مبهمة يعني مش معقول، يعني ده طريقهم اللي بيعملوه في كل وقت مع كل حد من غير ما يقولوا لبعض، يعني عبر أجيال، هي حاجة متوارثة يعني الظاهر، أو دي الطريقة ما حدش عارف، بس ده مش عشان نفقد الأمل، لا عشان نقول نصلح إزاي اللي أنا هقوله بالمناسبة، لأن ما فيهاش حاجة عيب يعني، أو الحلول مع هذا الجمود إزاي سهلة. طيب بصوا بقى، رفاعة بشكل ما كل الأثر اللي عمله مش لازم تلميذه المباشر وإن كانوا شافوا بعض طبعا، يعني
لكن ما أنتجه من أفكار وبراح، وأنا قلت لكم دائما الأزهر وإلى الآن بالمناسبة، ودي مش نفاق يعني، ممكن أقول لكم أسماء بعضها معروف وبعضها غير معروف، ينتج المتنورين بشكل فردي، يعني ليس نتاج البيئة اللي جوه الدراسة ولا التطور الفكري ولا حاجة، لا ما بيعملش كده، مش أو هو لا ينتج كده بطبيعته. بس المتنورين في الأزهر بما فيهم الشيخ عبد المتعالي الصعيدي نفسه لحد النهاردة، الخط ده كله رفاعة ومحمد عبده ومن بعدهم للنهاردة، بيطلع هو كده بشكل فردي، يعني هو راجل عقل وقاد زي ما بيسموه، يعني مشتعل وبيدرس، فبيبقى عقليته الناقدة شغالة، فبيقول في حاجة غلط فبيطلع يقولها وبيحارب عليها عادي طول الوقت عبر كل العصور. في الشخص ده في الأزهر يتمكن زي الشيخ حسن عطار وبعدين يتراجع أو يتوفى، هنشوف بقى محمد عبده وقصته في تمكينه ثم أيضا الوقوف ضده والثورة عليه وعزله، ومن بعد ذلك الخسارات بقى مش محتاجة تتحكي، نفس الوضع، وده برضو هيكسبنا حاجة في التاريخ، حاجة للمستقبل نفهمها من التاريخ هنقولها بقى. الشيخ محمد عبده زي ما قلت لكم، بس ركزوا بقى، دي أهم نقطة في الصراع كله، مش عشان أفكاره التنويرية، لا عشان إصلاحه، تفرق كتير. الشيخ محمد عبده ظهر في يعني عصر رفاعة كان موجود، ما توفاش رفاعة، توفى 1873، وعمل كل إصلاحاته اللي أنتوا عارفينها اللي حكينا عنها. محمد عبده نتاج نفسه أولا عشان برضو يكون واضحين، ثم نتاج الجو ده برضو، أنه أنتج عقل زي محمد عبده، لأنه انفتح من بدري على جمال الدين الأفغاني اللي هو بيحبه جدا جدا جدا، وهو أستاذه، يعني أستاذه سياسيا ودينيا وفكريا، وانفتح على الإنجليز، لأنه دايما لما بتفتح أفاقك في الكلام مع الآخر بتكتسب، بدل حكاية اللي علموكوا عليها الغرب الكافر الملحد والكلام البائس اللي طلعنا اتربى عليه أجيال. يعني محمد عبده نتاج مجموعة من الحاجات السياسية والفكرية والاجتماعية بما فيها تعامله واطلاعه مع الإنجليز وذهابه لأوروبا، وما قالش الكلمة اللي انتوا عارفينها دايما بقولها، وجدت إسلاما بلا مسلمين، والله ما قالها أبدا، دي مش كلمة محمد عبده. المهم، فمحمد عبده كان عنده مشروع إصلاحي. خلي بالكم بقى، في خلاف، عشان كده بقول لكم ذكاء محمد عبده قلتها يوم الأربعاء، في خلاف بين كتير من المثقفين الحاليين مع كلام أنا بقوله، وساعات وجدت مؤخرا بعضهم اللي كان بيخالفني بقى يوافقني، لان انا ببص للتاريخ برضو، النهضه الاوروبيه واتيفر، فركزوا في دي. انا من بقولها دايما، بقولها في كل برامجي، انا مناصر ومؤيد وداعم لفكره ان التغيير ياتي بالسلطه، زي ما انا قلت على درس محمد علي ودرس اسماعيل، وبقولها دلوقتي، والسلطه هي التي تغير. فريدريك الثالث احد اهم الناس، الحاكم اللي كان في القرون الوسطى، اللي حمى مارتن لوثر، القس المعروف، بعيد عن خلافه مع المذاهب المسيحية الحالية، لكن أنا بتكلم على فكرة التجديد، وبعد ما طبع 95 نقطة أو كتبهم وحطهم على باب الكنيسة اللي فيهم اللي عايز يجددهم في الدين المسيحي أو ما سمي ذلك، أو قبل ما يعمل المذهب الخاص لي، اللي حماه فريدريك الثالث من حاجات كتير قوي مش فاضح كيها، السلطة، وآمن بأفكاره. فشوف، انا مش بقول كده عشان عصر حالي او عصر احنا فيه او لا 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 خالص، انا شفت التاريخ بيقول لنا كده، لا ياتي التغيير يعني بالتسلل المجتمعي ده اللي هم بيتخيلوه لاصدقائنا المثقفين، ولو هم اكثر مني يعني سنا وقيمه وكل اللي هم عايزينه، بس ده كلام كلاسيكي تماما، اسمعوا كلامي عشان ده مربط الفرس. التغيير في مجتمعات يعني مظلمه كالأوروبيين في القرون الوسطى لا يأتي ولن يأتي إلا بالفرد. واحد يقول لك أصل علاقة المثقف بالسلطة والكلام الحلو ده، الكلام الحلو ده هو اللي ودانا في داهية. أيوة، إحنا رحنا في داهية بسبب الكلام ده، المئة سنة بقى اللي إحنا عارفينها اللي أنا مش هحكيها، اللي هي بعد وفاة محمد عبده، اللي هي 100 سنة التنوير على عبد الرازق طه حسين، عد بقى لحد النهاردة ولا 100 وحاجة سنة، إحنا خسرناها وبنحارب في السبع سنين اللي فاتوا على ما خسرناه في المئة سنة دي، عشان نفس الكلام اللي أنا آسف السطحي الكلاسيكي اللي بيتقال لحد النهار من بعض أساتذتنا
في المجال الفكري والثقافي، إنه هو إيه؟ المثقف الذي يجب أن يكون معزولاً عن مش عارف إيه، وليس على يمين السلطة، ولا يؤيد مش عارف إيه، والحاجات دي اللي هو إيه؟ عايش برج عاجي وبتكلم كلام صفوي وبتاع. حتى معركتنا دي بمناسبة، أنا هقول كلام مهم في داخل موضوع محمد عبده، عشان أنا لما بدأت أنا إسلام، وإن كان قبلي طبعاً أساتذة يعني حاموا حول الفكرة، بس المباشرة دي يعني بعتقد انها جت مع برنامجي. انا لما بدات برنامجي بعديها بسنتين ثلاثه، والفكره انه الفكر والاصلاح يتقال مباشره للناس في عقولها وهم يحكموا بيني او بين التيار ده كله وبين التانيين. فموجه البرامج اللي على البتاع دي بعتقد ان المباشره اللي فيها قوي دي يعني كانت مع الاحداث انتوا عارفينها وبدايه برنامجي اللي هي سنه الاخوان. جه بعض المثقفين قالوا لي لا ده غلط، احنا مش لازم نستخدم أدوات الآخرين اللي هي الإعلام. فاستغربت جدا، قلت له يعني وداوني بالتي كانت يداء، وهم كسحوا الناس بالشرايط القديمة لو فاكرينها في الثمانينات وبالسيديهات، وبعدين بالقنوات لما عصر الرئيس مبارك يعني رضي عنهم رضاء كامل واداهم الفرصة دي. طب إحنا نخسرها ليه؟ مش لازم المثقف يقعد في أوضة مقفولة فيها 15 واحد وبيتكلم كلام يعني عن الابستمولوجيا والهرمنيوطيقة اللي هي التأويل يعني والنظريات المعرفية الكبرى. غلط على فكرة، أنا أقدر أرص الكلام ده 15 سنة يعني، أقدر أقعد دلوقتي أديكوا حتة تانية خالص. أنا أي مصطلح، ده وجهة نظري، ده مذهبي، أي مصطلح حتى بقوله بجري بسرعة أبسطه، عشان اللي قاعد ده حتى لو دكتور هيقول إيه الكلام اللي بتاع، خلاص هيروح للتانيين بقى اللي بيقولوا له كلام يعني فوق التراب شوية. ابسط حاجه لو بيتكلم حتى بلغه بتاعت اخواتنا في المحافظات ولا حاجه بيتكلم، فخلاص وصل له. فدور المثقف احنا خسرناه برضو في المئة سنه، يعني لا له علاقه انه يتفرد كلامه، طب غلط، ولا له يوصل للناس مباشره، غلط، ولا ينزل باللغه ويبسطها ويشرح المصطلح، غلط. كل اللي اتعمل في المئة سنه غلط وبين غلطه. خسرنا المعركه، احنا خسرانين مفيش شك، ده احنا بين نعدل الميلة. فمحمد عبده كان فيه النجابة دي كلها، بس عامل زي ايه قبله، يعني قبله فيه اخطاء كتير من ذات الفكرة، ثم بعده الجيل اللي هو استثنائي، جيل الثقافة العظيمة اللي انفتح على العلوم الاوروبية، لكنه استخدم نفس الاخطاء اللي محمد عبده لوحده تلافاه. ولذلك انا بقول لكم محمد عبده ذروة السنام، هو ده الحكاية. كل الصراع بقى مع الجمود في الأزهر هيلخصه محمد عبده بكل أخطائه، مش أخطاء محمد عبده، أخطاء الجمود وما كان يتم في الصراع معه، وهنبين الخسارة اللي كانت بعد محمد عبده في الناحيتين، الناحية الداخلية جوه الأزهر والناحية الخارجية اللي ما مشيتش على خطى محمد عبده. هطلع فاصل ده وارجع. رجعنا لكم. شوف الشيخ عبد المطلب الصعيدي في صفحه 45 بيقول كلام مهم جدا، بيقول عن بدء تمكين محمد عبده في الازهر. بصوا بقى، اول حاجه من اللي انا بحكي عنها عملي، محمد عبده عارف ان هو عنده مشروع ديني، مش اصلاح جوه الازهر كنظام تعليم والحاجات دي، ده كان لا محمد عبده، وهيقول هو بنصه انه يرى في هذا الوقت المبكر جدا 1880 أو 1875 إن في مشكلة في الفكر الديني، في مشكلة في الفقه القديم، في مشكلة في جمع الأحاديث. محمد عبده ضعف أحاديث كثر يعني كتيرة في البخاري ومسلم، محمد عبده عشان كده بيهاجم لحد النهاردة، وعشان كده سمعته ملوثة لحد النهاردة، وعشان كده اللي بيتبنى أفكاره لحد النهاردة عند أهل الجمود اللي أنتوا عارفينهم بيهاجم، بل ساعات بيعاقب في داخل المكان المؤسسي، يعني بيعاقب. لكن في الظاهر كلام براق، انه يعني الشيخ المتنور دلوقتي بقى المتنور محمد عبده بعد ما اهانوه كل انواع الاهانات. صراعه مع الناس دول انا قلته كتير، ما يهمش، انا يهمني عمل ايه بقى وراء الستار، كيف تنبه محمد عبده. فاول تنبه محمد عبده لشيء، اول ما نبه له بعمله مش بكلامه، انه فهم ان التغيير يأتي بالفرد لا بالتفاهم مع الجماعة في الأزهر، ولا حتى بسلطته عليهم
يعني لو اتعين شيخ الازهر ما كانش هيعرف يغير، خلي بالكم، لانه عارف ان هم زي الشيخ حسن عطار يغلبوا، وزي ناس كتيره بعده يغلبوا، يغلبوا اي حد. فتنبه انه علاقته او ان يعرض افكاره على السلطه بلا خجل وبشكل مباشر، وعرف ان السلطه لما تكون متنوره ده عصر استثنائي ما يتسابش. افهموا كلامي، ها؟ مفهوم. لانه شاف عباس الاول، او سمع بالذات لانه اتولد يعني بعديها بحاجه بسيطه، لما عمل كده في رفاعة اللي انا حكيت لكم عليه، خده وعزله ووداه السودان مش عايز اصلاح. فعرف ان اسماعيل وما بعده اللي هو عباس حلمي الثاني، اللي هو عباس الثاني يعني، انه فيهم الحته الكويسه دي، وده استثناء ما بيجيش كتير، فالحق. ايه الحق؟ وده يعني ما فيهوش ادنى خجل ولا مواربه، اني بستغله، اني بقوله النهارده على النهارده. لم ياتي، وانا قلتها 100,000 مره، لم ياتي عصر بيتكلم فيه الرئيس او في كل مشاغله واعماله، ومصر التي تحارب، ومصر التي مش عارف ايه، من عبد الناصر. اتكلم على اصلاح الدين بالشكل ده. عبد الناصر واجه طبعا الجماعات، لكن الجماعات هم ديل المساله مش راسها. الجماعات والاخوان وسيد قطب واعدامه وحبس الاخوان والجو ده ديل المساله. انا ممكن اواجهه، ما عنديش مشكله، لكن هيفضل ينتج ويفرخ، مش هيقف بمنعهم او وضعهم في السجون او اعدامهم. ده عقوبه يستحقوها على ما فعلوه. لكن العصر اللي يجي فيه رئيس زي دلوقتي الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتكلم نصا على الاصلاح، ده موضوع استثنائي. العصر ده كده استثنائي، زي عصور قديمه، انا مش بجامل، هي دي الحقيقه. بيجي لك واحد متنور وثلاثه اربعه انتوا فاهمين. زي كده الرئيس عبد الناصر اللي هو برضه محسوب على فكره انه اشتغل يدوي، ما اتكلمش على الاصلاح بس، عمل الكاتدرائيه وعمل في نفس الوقت اذاعه القران الكريم وعمل الموازنه دي، وكان المجتمع احسن حالا يعني. جه بعده رئيس السادات، وانتوا عارفين موقفي مع كامل احترام ليه والله يرحمه رحمه واسعه، وهو بطل في الحرب، انما موقف رئيس السادات من الجماعات الاسلاميه وانتشارهم ونشر افكارهم والسماح ليهم موقف، هو في النهايه زي ما انا بقول دايما يعني قتل نفسه به، هم قتلوه، فهو اللي خلق الاداه اللي قتلته. لكنه للاسف خطأه متعدي، الله يرحمه يعني، متعدي يعني ما خصش عصره بس، خص لحد النهارده. لحد النهارده لولا اللي عمله انور السادات، مع كامل حبي واحترامي والله يرحمه، ما كناش ابدا في اللي احنا فيه النهارده. على الاقل كنا 50% منه مش موجود، وبنواجه الجمود اللي هو بقى، ملوش دعوه السادات ولا غيره. الجمود اللي قال عليه الشيخ عبد المتعال الصعيدي مش انا، في الاصلاح الديني داخل المؤسسه الازهريه. انما هذا الظلام اللي معمم على حياتنا مما فعله واطلقه الرئيس السادات، لانه ما فكرش، يعني كان ذكي جدا وسياسي عظيم، لانه ما فكرش في حاجه مهمه جدا، من يتعامل كذلك مع هؤلاء. التاريخ بيقول له كده برضه، لو كان بس يعني يقتل بهم، معروفه معروفه، صبرك على المتشددين نهايه. هو كده العالم يعني، هم كده، ولو ما لقوش حاجه بيقتلوا بعض. يعني الجماعه اللي كانوا بتوع روسيا ايام الحرب وبتاع والجهاد في الافغان، والشباب المصريين راحوا، والله انا بعرف ناس راحت كبيره في السن دلوقتي جدا، بس رجعت سليمه يعني، انما راحوا بجد، صدقوا. واخويا المسلم بالمناسبه، الرئيس السادات كان عامل حمله في سنه 80 لجمع البطاطين واللبس لاخواننا المجاهدين الافغان، ركز، وجابهم قابلهم. طيب انت اللي عايز، الله يرحمك بقى. المجاهدين الافغان، هتقول لي وجهات، هقول لك ده كله يعني فيلم كبير قوي، بس انتوا استخدمتوا فيه، مش هنتكلم يعني. خلاص، فالمجاهدين الافغان روسيا خرجت، روسيا جت، اي طب شكرا، وانا مش عايز البلد دي. عارف عملوا ايه حضرتك؟ لو تعرفين انتوا، بس في التسعينات قتلوا بعض، هم بقى جماعه الافغان العرب والافغان الافغان، عبد الله عزام واحمد شاه مسعود، قتلوا بعض وكفروا بعض. ده العادي، ده العادي. انتوا مش يعني ازاي ما خدتوش بالكم؟ ويتحدوا بس ساعه الوصول للسلطه، زي ما حصل كده بالظبط ساعه سنه الاخوان. كان مين مع الاخوان؟ السلفيين. فين السلفيين دلوقتي؟ هنا. ليه؟ باعوا التنين. لما في سلطه انا معاك، وطالب بتطبيق الشريعه واعمل، ما فيش سلطه انا ابيعك فورا واروح للي معاه السلطه برضه. هم يعني
حاجة عظيمة. نرجع لموضوعنا اللي هو في نفس موضوعنا. محمد عبده تنبه بذكائه العبقري انه في خطأ فادح، ان التغيير مش مجتمعي ولا بالإقناع، ولا عمر التغيير الأوروبي نفسه كان بالإقناع. انا ما اعرفش اللي بيتكلموا عن دور المثقف في التغلغل والكلام ده بيجيبوه منين، يعني ده كلام مضحك. وبستغرب جدا ان عقول جبارة بتقوله، يعني بيخس في نظري والله اللي بيقوله، بيقل، بقول ايه ده. هو ما طب اقرا تاريخ، قول لي كده المجتمع الأوروبي اتغير ازاي. اتغير انهم فتحوا الصبح فجأة كتب جان جاك روسو، ولا جابوا شكسبير وقالوا هي دي القصص اللي هتودينا قدام؟ ايه الكلام ده؟ اتفرض عليه فرض لحد 1802 كان الست لا تنتخب ولا تنتخب في فرنسا، سيدة الحريات في العالم، لا تنتخب ولا تنتخب لحد 1700 وحاجة، كان فيها زمن العفة يعني لسه الجهاد. وبعدين فجأة كل زخم، لأن ده بيجي بالتتالي كده، زخم راح عامل النهضة دي، فاتفرضت قوانين. فن أول جيل ما قبلش زي هنا دلوقتي، طلع قانون بكرة قول، لأني ماسك في الموضوع ده لأنه هو صغير بس معبر، يعني معبر عن كل اللي عايزه. خلاص مجلس الشعب توافق على كده، مفيش طلاق شفهي تاني، مش هيقع، مش هنعمله. سهل زي الجواز، ما كان كده ولغوه عملوه بالعقد. دلوقتي لو اتنين اتجوزوا بالبق كده بالكلام هيتعمل حاجة في أي أثر قانوني لده؟ طلع قانون الناس أي ناس بقى سيبهم. محمد علي عمل كده، وإسماعيل عمل كده، وكله عمل كده. كمل افرض القانون كمجلس شعب، يعني خلاص 10 سنين هتلاقي الناس كلها بتطلق عند الراجل وبتقول الكلمة وبتكتب الحقوق والدنيا جميلة. خلاص ال10 سنين دول بقى كانوا فيهم الصراع ده اتنسوا، مش فاكرينه. وده حصل في اللي أنا حكيته لكم كل الأسبوع اللي فات، حصل في بيع الرقيق، وحصل بتوع الرقيق قالوا هو يمضي المعاهدة، احنا مالنا، احنا البنت دي ملكي وهم فهموني، طبعا مش الدين الإسلامي النصي القرآن، هم فهموني دي حلالي عشرة جنسين، فكانوا بيروح يشتروها من السوق برضو ومن وراء القانون. يعني في النهاية رفضوا وصرعوا والدين بيضيع، وانت قفلت باب للرحمة ملكات اليمين، يلا يا حبيبي يلا. وبعدين اتلغى. هات واحد دلوقتي هيتسجن هو وهي واللي جابها والوسيط، وهتبقى مصيبة سودة، هتبقى قضية دعارة. لكن هم فهموكوا انه ماشية مع الدين. والله لما اجي اشرحها زي ما قلت الاربع اللي فات، القرآن ما فيه 1% ان تمتلك انسانة بالشكل ده وثم تبقى حلالك، مفيش الكلام ده خالص. بعدين محمد عبده، بصوا بقى بذكائه، الشيخ عبد المتعال السعدي بيقول كلام مهم جدا، بيقولوا اما بدء عمله في الازهر فقد اتيح له بعد وفاة توفيق باشا، وقصده مع عباس حلمي يعني، فإنه لما جلس عباس باشا كرسي الخديوي تجددت البلاد المصرية في كل شيء، يعني قصده وتوجهت إلى أعمال كان الغرض منها إزالة الاحتلال، قصده الإنجليزي. خلاص هنعدي بكلمة السطرين دول بعدين في نفس الصفحة، صفحة 45 للي عايز يرجع. يعني بقال لك إيه؟ فأراد أن يكون حظه من حب الأمير الجديد السلطة، السلطة متنورة وعايزة في علاقة ود مع المثقف، لأن محمد عبده في نظري مثقف عظيم، فعايزاه تدعم اللي هو بيعمله. اللي عمله بشكل أقل منه، اسم مش أقل منه حاجة، قصدي الدعم، يعني محمد علي مع رفاعة، وإسماعيل مع رفاعة، وناس كتير كده ماشية كده. خلاص للعمل السعي في إصلاح الأزهر بنفسي وإقناع الأمير، وإقناع الأمير ركز بالسعي في إصلاح المحاكم الشرعية والأوقاف، بس دول بالذات، لأن هذه المصالح الثلاث إسلامية محضة. إصلاح الأزهر الأول، في الأول هو عشان بس يبقى العمل على إصلاح الأزهر بنفسه والمحاكم الشرعية والأوقاف. خلي بالكم هو الشيخ محمد عبده عارف دول يجددوا أي حاجة، الأزهر وبما يخرجوا من ما يسيطرون على الوعي، المحاكم الشرعية عايز يدخل القضاء اللي هو استقاه وترجمه رفاعة أستاذه، والأوقاف اللي هي كل السيطرة على المساجد وما يقال فيه. خلاص وإقناع الأمير بالسعي في إصلاح المحاكم الشرعية والأوقاف، لأن هذه المصالح الثلاث إسلامية محضة، تشمل إصلاح التربية والتعليم والمساجد والإرشاد والبيوت. فاتصل بالأمير وحظي عنده وكاشفه برأيه فيها، بأن قال له وقد رآه متبرما ضجرا من استيلاء الإنجليز على جميع من الحكومة، إن لدى أفندينا هذه المصالح الثلاث، يعني سيبكم من الوضع الإنجليزي، إنه قالوا المصالح الثلاث دول ملكك أنت، صلحهم وسيبني أصلحهم.
وقال له قد ايه فرصه تاريخيه. قال له قد ايه، ركز في الكلام، هي فرصه تاريخيه خلاص مش عايزين نضيعها يعني، فيمكنه ان يصلح الامه فيها باصلاحها خلاص. وبعدين بيقول لك ايه، وكشف الحكومه بانه في اصلاح الازهر باسلوب اخر، وجاء به من وجاء بما جاء من ايات الاقناع حتى توصل لانشاء قانون تمهيدي للاصلاح يديره مجلس مؤلف من اكابر علماء المذاهب في الازهر، وقد جعل هو وصديقه الشيخ عبد الكريم سلمان من اعضائه او جعل. ركز بقى، دي اهم نقطه نقولها في حياه النهار، او نقطتين. الاولى انتوا عرفتوها، ان محمد عبده توجه بفكره كمثقف اصلاحي تنويري فورا للقوى السياسيه. راح للامير عباس حلمي الثاني، كان ساعتها امير، اللي هو بقى خديوي عباس حلمي، قال له مباشره انا عندي 1 2 3 4 ودي فرصه تاريخيه، ارجوك اديني السلطه اني اعملها. وليه في النهايه سلطه الخديوي نفسه، هو اللي امر يعني ده كده محسوب للخديوي. ادي اول حاجه، محمد عبده بيدينا درس نسمعه كويس، لان انا بقرا الكتاب ده كله عشان الدروس مش عشان الحكايه، ان الاصلاح ياتي بالسلطه، بيعرض الافكار عليها واستخدام هذه الاثوريتي القويه في فرض. اثنين، انه عملوا ايه، في فرق كبير قلته مره كام 3 4 اسابيع بين قرار وقانون، وهنكمل ده بكره باهميه. قانون ليه؟ القرار ممكن يخصني انا بس وفرحت بيه وشغال، القانون باقي بعدي وهيفضل غصه في حلق من بعدي. تحايلوا عليه بعد كده على كل القوانين، لكن قانون، عملوا قانون اصلاح الازهر وعملوا مجلس اداره، ودي تالت بقى حاجه عشان هركز عليها بكره. مجلس الاداره دي يعتبر كده، خدها في ودنك كده سرك، قوة بديلة، لأن في جمود. طيب اعمل قوة موازية، بقى في مجلس إدارة وله رأي ويلا، وراح معينه بالعافية فيه الخديوي هو وسلمان عبد الكريم اللي هو الصديق ده، اللي زي ما بيقول الشيخ عبد الكريم سلمان لازم عينهم بالتعيين. خلاص كده اكتملت كل الحاجات اللي كانت ناقصة في العصور اللي قبله. ده بيعلمنا دروس مهمة جدا، هتشوف بقى كمان محمد عبده عمل ايه بده باستخدامه، وهتشوفوا كمان الصراع هو هو، وهنطلع بقى بكل الحلول. كمل بكرة واشوفكم.